المشكل اللي عندنا هو اننا خدينا دوبليكس مع الناس ديال السعاده، خدينا سكن اقتصادي من 2019 ملي عطينا لي زافونس، صبرنا عليهم واخا كان لو غوتار حيت قالك ابري 2 سنين غادي تسلموا، ماشي مشكل فيو كو كانت كورونا ايتو تعطل. دابا هذه واحد 5 شهور ولا 6 شهور فاش عيطوا لينا باش نخلصوا باش ناخذوا السوارسات ديالنا، خلصنا ما خديناش السوارسات ديالنا تو سامبلومون. زعما اللي خدا كريدي خدا كريدي، راه كيخلص في لاتريت ديالو وكيخلص في الكرا، واللي خلصو مكاش خلص كاش. خلصنا النوتير، خلصنا داكشي اللي خاصنا خاصو يتخلص. كنصدموا اننا لا كلي ما عندناش السويرتات ديال الديور، ما كاينينش. كنجيو للبيغو دو ليفريزون اللي هو هذا باش ناخذوا السويرتات ديالنا كما كان متفق عليه، كيقول لك راه ما كاينش التسليم دابا. والشقق مبنيين واجدين، مبنيين واجدين، كاينون كلكو زابارتومون اللي باقي با بيان فيني، خاصهم كلكو توش زعما. مي الا جيتي تمشي وتشوف الاقامات ايتو كلشي مقاد، كلشي مصايب، كلشي فين المشكل اكزاكتومون؟ حتى شي واحد ما باغي يعطي راس الخيط. فلوسنا ما غاديش تمشي لان عندنا لي كونطرا وعندنا جو بونس واحد القانون اللي حامينا، وحنا دايزين اترافير نوتير. ملي كنقولوا اترافير نوتير يعني اترافير ليطا، اترافير راه مخلصين الضرائب ديال الدوله ومخلصين كلشي، ما يمكنش الفلوس تمشي. ولكن واخا ما مشياش الفلوس، ملي كتقول 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور وانت كتخلص في لاتريت ديال الكريدي اللي خلصتي به الدار، و او ميم طون كتخلص الوايي، راك ديجا ضايع. راه واخا يعطيوني السارو دابا راه ديجا ضايعه. مي كوميم كنقولوا زعما غير يسربيونا، زعما اكزاكتومون. التعويضات شوف غادي نمشيو بعيد، الا قلنا التعويضات ايتو بوتيتر من بعد وي بوركوا با، مي دابا خاص سوارت. جينا دابا يا ناخذوا السويرتات يا غادي نباتوا لهم هنايا يديروا معنا شي حل من الاخر. نتوما واقفين عليهم هنا في هذا المشكل منين خلصنا؟ راه من الصيف، من الصيف منين خلصنا وخلصنا النوتير، خلصنا كل شيء والمسائل واقفه. من الصيف كل سيمانه كنجيو يومين ثلاث ايام ونجيو فين السويرتات؟ لا ما كاينش، لا مازال السيمانه الجايه، السيمانه الاخرى، السيمانه اللي موراها، حتى لدابا. حنا ما عندناش هادو، شرينا من عندهم ديور دوبليكس ديال المنزه، خلصنا الواجبات ديالنا، خلصنا الامور ديالنا كلها. ملي كنجيو للسوارت كيبقاو يتفلاو علينا هذا الشهر ان شاء الله اخر شهر اخر. دابا في هذه الساعه هذيك ما كيعطيونا لا راس حتى حاجه. الحل شنو هو؟ ما كاينش. شنو هو المشكل اللي كاين؟ ما عرفناش، ما كاين حتى مسؤول معنا نهضروا ولا شكون غادي يجاوبنا ولا يقولنا شنو كاين وعلاش تاخروا علينا، ما كاين حتى حاجه. بغينا غير شي واحد يجي شي مسؤول يهضر معنا، ما كاينش. من امتى نتوما في هذا المشكل؟ المشكلة دابا 3 شهور حنا في المشكل. درنا بان شهر 9 ما كاين والو، شهر 9 دارو شهر 10 ما كاين والو، شهر 10 شهر 11 هو عاوتاني دابا ما كاين والو. ايوا كل دار ب 25 مليون، كل من الناس خدي 25 مليون على حسب 2000 ساكن اللي عندهم تمايا. دوش حد من 2000 ساكن 25 مليون ردوا لهم لاير. ايوا شنو هو المشكل اللي كاين دابا؟ كنعرف غير المشكل شنو هو، ما عرفتش المشكل. دابا الناس بقاو اللي كاري مازال كيخلص في الكرا وكيخلص، كاينين الناس اللي كاريين والطريطه كتمشي لهم. ايوا هذا ماشي مورطور، هذا فهاد المنكر ديالي. خصنا شي واحد اللي يدخل المسؤول ديالهم اللي يجي يهضر ويقول لك شنو كاين ما كاينش. كلشي مخبع، كلشي كيتخبع مخبعين. حتى شي واحد ما عطاكم راس الخيط؟ ما عطاهم لا راس الخيط كاع، ما بقاش كيهضر معاك ولا يقول لك دابا شحال اللي كنجيو في الشهر 10 شهر 11. دابا ما بقى كيقولوا والو، حتى حاجه ما كيقولوها. كتحسوا فلوسكم بحال مشات؟ بحال مشات فلوسنا، بحال داونا رزقنا وخلونا كنشوفوا. السلام عليكم. حنا ناس اللي شرينا في واحد البروجي منزه دوبليكس كاين في تماريس، وحنا ناس اللي كانوا عيطونا الشركه باش نجيو نخلصوا كل شيء، سينون الديور ديالنا غادي يطلقوهم ولا يبيعوهم لينا. جينا خلصنا كل شيء كاش، تسلفنا من عند ناس كنعرفوهم باش نكملوا لهم الفلوس ايتو، خلصنا لهم قدينا لهم المسائل، وحنا دابا مازالين ما تسلمناش. من شهر 6 هما كيقولوا لنا غتسلموا، دونك ما كاين حتى شي دات اكزاكت، ما كاين حتى شي ديسيزيون تخدات، كل واحد كيصدرنا الاخر. دونك صافي ديغ كو حنا خلصنا لهم كل شيء، قالوا لينا في شهر 7 غادي تاخذوا التسليم ديالكم. من شهر 7 حنا كنجيو ولينا كنطلبوه مع عفاكم الله يجازيكم بخير، الا كان شي مشكل غير قولوها لينا. حنا راه مكرفسين مسخسخين، كنخسروا فلوس من جيبنا، كنخسروا وقتنا، خسرنا خدامينا، خسرنا بزاف د الحوايج، بغينا غير ديالنا، بغينا غير ديورنا، الله يجازيكم بخير، بغينا حل في الاقرب العاجل، حيت حنا معذبين ومكرفسين ومسخسخين اي تو سكو فوفولي. شحال المبالغ تقريبا اللي انا مخلص؟ 250 الف درهم كاش، ومخلص 22 الف درهم ديال النوتير، صافي ديال كلشي مخلص، يعني 27 الف درهم و200.
270 الف درهم و 200 اللي مخلصه، ومازال كنخلص فلوس الكرا دابا، ومازال كنخلص فلوس لي ديبلاسمون، ومازال كنضيع وقتي، ومازال ما كاين حتى شي حل. درنا بلاغ عن طريق مفوض قضائي في الاداره في مارينا، مازال ما جاوبوناش، ما بغاوش يعطيونا جواب، ما بغا حتى شي واحد يتكلم معنا. دونك بغينا شي حل، بغينا شي حل. ديور مبنيين فيني مقادين، عندي تصوير ديال الفيديو ديال لابارتمون ديالي، مشيت شفتها، درت لا فيزيت، كلشي فيني، كلشي مقاد. دونك اش كيتسناو هاد الناس؟ الله اعلم. بغيناكم تقولوا لينا واش كاين شي مشكل، واش عندكم نتوما عراقيل مع ادارات اخرين، واش ما قدرتوش تكملوا مثلا لي بريستاتير دو سيرفيس تخلصوهم باش حنا يعطيونا لي زابارتمون ديالنا باش يكملوا النيتواياج ديالهم، باش يكملوا داكشي. الله اعلم. دونك حنا بغينا اون سوليسيون حبيا سلميا بلا صداع بلا مشاكل بلا والو. حنا ما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء كامل داكوغ باش ناخذوا صورتنا، ولكن ما لقيناش حل اخر من غير لابريس، ومن بعد ان شاء الله غيكونوا حوايج اخرين اللي صعب من هذا الشيء. قول لي فين كاين البروجي؟ كاين في تماريس، اوكي، بروجي المنزه دوبلكس، اوكي. حنا ما بغيناش عاوتاني نبقاو نهضروا بزاف على السميه ولا على هذه ديال الشركه باش ما نطيحوش لها من السمعه ديالها. الله يجازيكم بخير، راه هادشي الناس كيشوفوه من بلايص اخرين، وراه لا اله الا الله محمد رسول الله.